هذا الشوط باحتكاره للمراكز الثلاثة الأولى. شوط جديد ينطلق ورمز القعدان المفتوح مع الزميل عبد الرحمن أمين. تتواصل الإثارات والشكر موصول للزميل سعد بن متلع آل عتيبي هنا في دوري مشاهدينا. متابعينا الكرام يسعدني التواصل أيضا من خلال هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله، وانطلاق رمز آخر هو الخنجر الذهبي رمز الجعدان في هذه الانطلاقة التي تحمل سن التحدي سن المنافسة والإثارة، حيث أعلن على بركة الله انطلاق هذا الشوط حاملا هنا هذه الأسماء المتميزة في هذه الانطلاقات. زويان لهجن الشحانية، الطيار لهجن الشحانية، لوسيل لهجن الشحانية، وذرب لهجن الشحانية، مغير لهجن العاصفة، مصوب لهجن العاصفة، الصيرمي لهجن العاصفة، ومشوش لهجن الشحانية. ثمانية من الأسماء، ثمانية من الكبار، ثمانية من هذه الذهب هنا تنطلق في هذه اللحظة في هذا المسار، مسار الخنجر والمنافسة على هذا الرمز الذهبي. على بركة الله نبدأ في هذه اللحظة، ويبدأ مشوش في أول الانطلاقة لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري، الصيرمي في المركز الثاني لهجن العاصفة، وحمد بن راشد بن غدير في المنافسة المركز الثالث. هناك الذربع المركز الثالث لهجن الشحانية، وسلطان بن محمد الوهيبي في هذا التحدي وهذه الإثارة على أرضية هذا الميدان. المركز الرابع يتقدم من خلال الانطلاق، هذا هو الطيار، الطيار على المركز الثالث لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز الرابع سلام على وجود مغير في المركز الرابع لهجن العاصفة، وحمد بن راشد بن غدير الذي واصل أيضا هنا ظهوره في هذا الميدان وفي كل الميادين. الله 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 الله، بدأنا هنا من خلال هذه الكيلومترات الأولى، ثاني الكيلومترات يحمل نداءنا الأول في هذه المنافسة، ولكن التوقع هناك في الكيلومتر الأخير من خلال هذه المنافسة، هذه التحديات، هذا المهرجان الكبير، محفل من محافل التقاء الأصايل هنا بدولة قطر. إذا نعود إلى المقدمة والتحدي في هذه البداية. أمشوش هو المشوش على مقدمة هذا الشوط، يعلن هنا تشويش رادار هجن الشحانية على المقدمة في هذه البداية. جابر بن سالم فاران المري ينطلق مع مشوش على هذه المقدمة في حضوره الأول في المنافسات الكبرى. المركز الثاني الصيرمي على المركز الثاني، تابعوا هذا الاسم، راقبوا هذا الشعار، راقبوا قاطع الوقت والزمان، الصيرمي لهجن العاصفة، والواثق حمد بن راشد بن غدير يتواجد هنا من خلال مراقبة الخبراء لهذه اللحظات في هذه المنافسة القوية والمثيرة. الطيار، الطيار على المركز الثالث، الغطاء الجوي لهجن الشحانية هنا بدأ مع وجود الطيار، والعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم الطيار في المركز الثالث، بينما رابعا ذرب على المركز الرابع أيضا هنا من خلال هذه الانطلاقة والتحديات نجد هنا التغيير، مصوب غير، غير لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في المركز الرابع والمركز الخامس، مغير مغير غير مكان مغير، وصل للمركز الخامس لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. الله، هذه الأسماء الخمسة، هذا هو النداء
هذه التحديات التي تسير هنا مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال مسار هذا الشوط، حيث المقدمة، حيث هناك الخنجر الذهبي الذي يتواصل ويقف هناك شامخا كأحد رموز القوة والإثارة في هذه الرياضة العربية الأصيلة. الصيرمي هو المتصدر، هو اللي يحتل المركز الأول، هو اللي يعلن انطلاقته الأولى في هذا المساء وفي هذا الشوط. هناك الهجن، العاصفة والقيادة لحمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذه المنافسة المتميزة التي تعلن تواجد الصيرمي في كل إثارة المشاركات. المركز الثاني الطيار، على المركز الثاني بدل موقع الطيار لهجن الشحانية والعملاق سلطان بن محمد الوهيبي، يا سلام. بينما المركز الثالث هذا هو مصوب، هذا هو مصوب على المركز الثالث لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير أيضا في منافسة، وهناك مغير على المركز الرابع لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، وبدأ التقدم والتدخل من خلال زويان اللي وصل الآن إلى هذا المكان، أحد الأسماء الخطرة المرشحة في هذا الشوط هو زويان لهجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي. هذه أسماؤنا، هذه مشاركاتنا، هذه هنا الانطلاقات، هذه هي التحديات التي تحمل هذه البداية وتحمل هذه الانطلاقة في هذا السن، سن التحدي. 6 كيلومترات هنا بدأت بالتناقص، بدأت بقلة أمتارها، تحمل هذه اللحظات، تحمل هذا المسار. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الصيرمي، الصيرمي على المركز الأول، الصيرمي في المقدمة 1200. هنا مسافة النهاية، خط النهاية والخط المستقيم من خلال هذه اللحظة وهذا المسار. الصيرمي يقود المركز الأول لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير يواصل المتابعة، يواصل الإثارة. المركز الثاني زويان بدأ بالضغط، زويان في المركز الثاني لهجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي العملاق. المركز الثالث هو مغير في المركز الثالث لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الرابع الوسيل لهجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي. هذه أسماؤنا هنا نهاية هذا الشوط، تقترب من هذه اللحظة، تعلن هذا الاندفاع، تعلن هذه الانطلاقة، تعلن هذا المسار. الله 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 الله، اقترب 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 التحدي، جاوز المجاوز، نقل زويان إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى قمة هذه الانطلاقة، إلى نهاية هذا الشوط. زويان اسم مرشح، رشح بقوة من خلال المنافسة، من خلال الأداء، من خلال هذه التحديات. وزويان، زويان يطير إلى المركز الأول هنا، يحمل هنا الدرع، يحمل الخنجر الذهبي، الرمز الثاني في هذا المساء. سلطان بن محمد الوهيبي العملاق، العملاق العملاق، سلام يا العنابي، سلام سلام يا العنابي، سلام سلام لهذا الأداء المتميز الذي أعلن هذه الانطلاقة وأعلن هذه التحديات. الله 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 الله. المركز الثاني الصيرمي، في المركز الثاني، المركز الثالث الوسيل لهجن الشحانية، والمركز الرابع هنا مصوب، وفي المركز الخامس مغير لهجن العاصفة. هذه أسماؤنا مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظات الاندفاع، لحظات التحدي، نتابع التوقيت. الرمز الثاني هنا يتلون باللون العنابي، يحمل هذه البداية، يحمل هذه القوة، يحمل هذه الإثارة المتميزة من خلال هذا المسار، من خلال هذه اللحظات الجميلة في شوط 6 كيلومترات. انطلاقة بالفعل أكدت قوة زويان في هذا المسار الجميل والمميز، مع لحظات احتلاله واقترابه من خط النهاية في هذه اللحظة، مسجلا
قادما بقوة يحمل توقيتا زمنيا متميزا يسجل في هذه اللحظات الختامية هنا في هذا الميدان. 8:55 و75 جزءا من الثانية هو توقيت زويان، بينما المركز الثاني 8:56 و73 جزءا من الثانية هو الصيرمي لهجن العاصفة تهانينا والناموس. والمركز الثالث كان لوسيل لهجن الشحانية 8:58 81 جزءا من الثاني. تهانينا تهانينا سلطان بن محمد الوهيبي، رمز الثاني الخنجر الذهبي.